فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء لا يرجعون إلى الدنيا، فكيف الجواب عن قصة الإسراء عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حياة برزخية يا أخي، حياة برزخية، ما عادوا إلى الدنيا، وإنما الرسول رآهم، وهذه خاصة بالرسول ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهم تمثلوا له وصلوا معه وهم أموات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هل لما راح الرسول ورجع لمكة جو معه ولا بقوا في بيت المقدس؟ من يقول هذا؟ نعم.